جامعة المولى إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس أبت إلا أن تنخرط في ورش بناء مغرب رقمي، مغرب يستجيب للحاجيات التي فرضها الواقع وتنزيلا كذلك لمقتضيات قانون 2043 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية. وفرت الجامعة لقاءات وندوات عن بعد وكذلك محاضرات إلكترونية عن بعد، طالب دائما كان قريب إلكترونيا من الجامعة. والآن بشرى جديدة وخطوة جريئة أخذتها الجامعة من خلال اعتماد آلية التوقيع الإلكتروني. طالب الآن الذي يرغب في الحصول على الوثائق الأربع التالية: كشوفات النقط، شهادة توجيه، شهادة تسجيل وكذلك شهادة متابعة الدراسة. أصبحت إمكانية الحصول على هذه الوثائق عن بعد أمرا ممكنا، خدمة للطالب حتى لا يتكبد عناء السفر وعناء التنقل، وكذلك خدمة للوطن حتى يتسنى لنا جميعا بناء مغرب رقمي من خلال جامعة رقمية واقعية.